بسم الله الرحمن الرحيم. للحركة النقابية والاتحاد المغربي غير الطبقة العاملة في الدفاع على المطالب ديالها، في الدفاع على الكرامة ديالها، وخاصة حماية الحقوق والمكتسبات ديالها. إلا أنه للأسف الحكومة الفارطة والحكومة الحالية لم تضع في استراتيجيتها الاعتناء والعناية بالأوضاع ديال العموم المأجورين، وكذلك الإنصات لحركتهم النقابية. فمما دفعنا إلى شهر من الاحتجاج والنضال للدفع الحكومة إلى الرجوع إلى جادة الصواب، وخاصة فتح حوار اجتماعي حقيقي من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمأجورين. فذهبنا صادقين إلى اللقاء مع السيد رئيس الحكومة من أجل الجديد، من أجل بناء علاقات مهنية مبنية على الحوار والتفاوض. فإذا لمسنا الإرادة لدى الحكومة سنستمر في هذه الاجتماعات. إذا تبين لنا أن هناك محاولة للتسويف، الاتحاد المغربي للشغل سيتحمل المسؤولية دياله، وبالطبع سيتخذ المبادرات النضالية اللازمة. لابد في للإشارة أن الحكومة السالفة أقدمت على قرار أقول مشؤوم، وذلك بصياغة القانون التنظيمي لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، ونحن نطلق عليه القانون التكبيلي للإضراب، وذلك بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، بدون حتى الإشعار في قانون يهم النقابيين والحركة النقابية بالدرجة الأولى. وهذه منهجية مرفوضة. ثم حينما اطلعنا على المحتوى ديال القانون التنظيمي، فعلا فهو قانون يضرب في العمق حق من حقوق الإنسان، ويتنافى المبادئ ديال الأمم المتحدة حول حق الاحتجاج، اللي هو حق كما قلت من حقوق الإنسان. فطالبنا قبل كل فتح حوار مع هذه الحكومة الجديدة أن تجمد هذا القانون التكبيلي لهذا الحق الدستوري، لأنه لا يخدم لا مصلحة الشغيلة ولا حركتها النقابية ولا حتى المصلحة ديال البلاد. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.